جد ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشي مباشرة عند ليلى أم ياسين ونتعرفوا على أهم النصائح والاستعدادات لعيد الأضحى اللي غادي تقدم واللي غادي تشارك مع بهم مع المستمعات. ألو ليلى، صباح الخير. صباح الخير، لاباس عليك، صبحتي؟ الحمد لله، كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيك، بارك وشركم علينا وعليكم الصحة والسلامة ان شاء الله. الصحة والعافية يا رب. يا رب امين. مرحبا، الله يبارك فيك. نبداو اختي ايه، نبداو ان شاء الله نصائح كثيرة. ايه، تحضيرات العيد الاضحى اللي يدخل ان شاء الله بالصحة والهنا وطول العمر. عرفتي شنو ليلى، سمحي لي قبل ما نبداو دابا انا يلاه غادي نبدا المباشر وقدمت على اساس انه استعدادات العيد الاضحى. المخرج هشام اللي معايا يعني اليوم دابا كيصور، اش قال لي؟ قال لي سنه واش دابا حنا شرينا العيد دابا وقع استعدادات ديال جات الخلعه. قلت لي وبعدا تعلموا استعدادات العيد والتحضيرات راه تما انه يجي الحولي. بصح بعدا ملي شري الحولي هشام تلقى بعدا تلقى نصائح ما تقول، تلقى ما تقول الوالده. اختي سناء قول لي الحولي ضروري منه. هادشي اللي كاين، كاين كاين ان شاء الله، هادشي اللي كاين. اللهم الواحد بدا يعرف يعرف الواحد شنو يجبد عليه. والله الا يلا نبداو على بركه الله. نبداو اختي على بركه الله، غادي نعطيو التقضيه الاساسيه للعيد وخاصه المبتدئات اللي يلاه تيكونوا الله ما يعرفوش يلاه يلاه غادي يدوزوا العيد الاول ديالهم مع راجلهم او مع الناس ديالهم. فتيكون الاول مره عندها واحد الدرايه وتكون واحد العيد الاضحى ستاج مهم. والله الا كتعلمي فيه بزاف ديال الحوايج. والله الا هي بصراحه كتبقاي مثلا مخشيه مع ناسك اولا مخشيه مع داركم، فبزاف د الحوايج كتسلتي فيهم، ولكن ملي كتولي في دارك يعني اي حاجه خصك انت ديريها. وهي مزيان يعني تحدي زوين، واحد يتعلم. مرحبا بكم مزيان. على التسجيلات قلت لك اختي غنبداو بالتقضيه الاساسيه اللي هي ديال العيد اللي هي التوابل اول حاجه. وغادي نعطي حتى واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي تيعيشوا في الخارج، نذكرهم حتى هما ونعطيهم واحد الطريقه لانهم ما عندهمش العطار اللي غيطحنوا ليهم. نعطيهم واحد الطريقه كيفاش يطحنوا خرقهم لانه صعيب. اييه تيكون قاصح. نبداو اختي على بركه الله. يلا تفضلي. اول حاجه التوابل تناخذوا النصيحه الاولى غير كميه قليله، مثلا رابعه صغيره الله يجعل البركه. اييه فعلا. ما تكثروش منها ما تبالغوش، غير شويه لانها هي تتخسر وتتبرد. ناخذوا كميه قليله اللي غتقدنا واحد لجوج اسابيع ولا ثلاثه. فعلا. غادي ناخذوا مثلا شي كلشي غناخذوا، انا تنفضل انا ناخذ كلشي حبوب ونجيبو للدار. هذيك القضيه انني نقعد العطار وتنغربل ونقي بلاش منها، نجي للدار ونصوب داكشي على خاطر خاطري. غادي ناخذ مثلا سكينجبير هو الاول، هادشي اللي غنذكر كلشي حبوب. الكمون، الخرقوم البلدي، البزار الابيض والاسود ضروري. اييه بجوج مزيانين. والقزبر كارم. اييه القزبر يابس. والقرفه. والهيل والبسيبيسه. اييه. عندنا التومه. عندنا السمن الحار اللي ضروري منه. اييه. عندنا الملحه، كاين واحد النوع شويه غليظ تكون في واحد الباكيه شويه كبيره. اييه. هذيك الملحه الكبيره شويه غليظه تنخليوها غير الغسيل ديال الدواره. اييه. ناخذوا منها غير واحد جوج باكيات وناخذوا الملحه الرقيقه اللي خاصه بالطبخ. اييه مزيان. وهذيك اللي كيف قلتي غسيل الدواره ولا الهيدوره. اييه فعلا. بالنسبه للتحميره انا تنفضل انني نصوبها في الدار. اييه دابا راه باقي الوقت ناخذ راحه سهله. والله ما كتاخذ الوقت بزاف وكتجي مزيانه في الصراحه، لا في اللون ولا في المذاق. انا غنعطيها غبره. اييه مزيان. غتاخذ الفلفله الحمراء موجوده دابا. اييه. غادي نغسلوها كيف تنقول دائما بالماء والخل. ومن بعد نخليوها تتنشف مزيان ونعاودو نمسحوها. غادي نقطع عندنا جوج طرق، يا اما نقطعوها نحيدوا لها ديك الزريعه وداك الطريبيج ديالها ونقطعوها مكعبات. أيه. ونديروها في اللاطه تنحطوها في الشمس او الفران في الفرن. أيه. طيبنا الخبز ولا مزيان. أيه. نطفيو وندخلوه فيها حتى تتكرن وتولي قاصحه مقرمشه. اييه ديك الساعه تنطحنوها تتولي بودر،
يا اما تنخليوها هكاك يا اما تنزيد فيها انا راه ان شاء الله غادي نصورها وغادي نحطها في القناه. واخا ان شاء الله نحطها تتكرم دابا. أيه. غادي نحط قطره ديال الزيت البلديه. أيه. باش كتعطي داك اللمع. نقيطه نقيطه ونشدها بيدي ونبقى نحك فيها بين يديا حتى تتولي داك التحميره تتبان بحال اللي تنشريو تتبان لي. أيه. الدمع فعلا صافي تنديروها في الحك وتحميره عندنا فعلا كيجي مذاقها يعني. زوين ولونها زوين ونهائيا ما كتكونش فيها ديك المروريه وما كدير لا حرقه لا والو. ايوا ما احنا خدينا الحاجه الطبيعيه بيدينا هادشي اللي كاين ما خدينا لا صباغه لا حتى حاجه. او الا ما بغيتش تقطعوها نديروها هكا غادي ناخذوا غير واحد الخويط وواحد بحال البره وتنبداو ندخلوا وحده في وحده حتى تيولي عندنا واحد الشريط ديال الفلافل بداك الخيط وتنعقدوه في شي حبل ما تكونش مقابله مع الشمس. هي تكون بلاصه مهويه ونخليوها حتى تكرم ونحيدوها ونطحنوها بنفس الطريقه. ايه هذه هي الطرق هما مزيانين. اها وكذلك ناخذوا حنا صوبنا بالتحميره غادي ناخذوا الثومه غادي ناخذوا الطريه والثومه الكارمه البصله حتى هي بودر ناخذوا النسكه الحره لان ضروريه في الاطباق ديالنا التقليديه. الزعفران شعره وحتى ضامه ديال الزعفران وعندنا السمن الحار عطيناه شحال من مره كيفاش يوجدوه يا ريت يكونوا السيدات موجدين دابا راه خاص يكون واجد. وغادي ناخذوه كذلك ضروري اختي منه الخل البلدي الخل الصحراوي اللي تيكون فيه اكثر من 30 عشبه فعلا. ايوه هذا ضروري اختي في القضبان وفي الكبد تيلدد للحم وكيفتي اللحم كيفتي اللحم وتيفتي وزوين دابا راه موجود ولا تيتباع اختي في الاسواق موجود. وعاد تبارك الله بزاف ديال المناطق تيخفوا مع الموت تيشربوه على اساس انه تيحسن الهاد بحال حنا كيف كنديروا مع مع الزعتر يعني من مورا اي اكله ولا هادي هما تيديروا يعني تيعاونوا به بزاف خاصه المناطق ديال الجنوب. ايه وغادي ناخذوا كذلك الخل. ايه دابا حنا خدينا شي كلشي غادي نقيو كلشي على خاطر خاطرنا. مثلا الكمون غادي نصهدوه غير شويه ما تصهدوش بزاف الا راه كاين اللي تيبقى يحمر فيه تيمشي الجهد ديالو اختي سناء من تيطحن راه ما تيبقى فيه حتى جهد. ايه غادي نصهدوه شويه ونطحنوه ونغربلو عاوتاني داكشي اللي تيشد لنا في الغربان نعاودو عاوتاني نطحنوه حتى نكملو. هو عندنا القضيه صعيبه وعندنا العطار نمشيو اختي عند العطار هادشي اللي كاين نصيبو كلشي ونطحنو كلشي بالنسبه للناس اللي في الخارج. واخا قبل من الخارج على ذكر الكمون اللي عطيتي على اساس انه فعلا ملي كيتنقى في الدار وكيتطحن فعلى يدينا يعني كيجي فيه المذاق مزيان يعني لا علاقه باللي كيتباع غير هو كيف ما قلتي بالنسبه اللي خاف انه يتحرق ليه وهذا هذيك الطريقه العاديه كيف كنديروا يعني كيديروا مواتنا على اساس انه كسرونا فيها الماء وفوق من هذاك التفصيل الابيض ونحطوا ذاك الكمون نهائيا ما كيتحرقش. اللي خافت بالنسبه للمبتدئات اللي خافت انه تصهدوا وما تحكمش فيه يعني ولاو شي حبات يتحرقوا ليها يعني فعلا يعني هادو المواتنا كيديروهم وفعلا كتجي مزيان خاصه في الكمون كيتحل وكتولي فيه واحد الريحه فهذا بالنسبه للكمون. بالنسبه للسيدات اللي في الخارج اللي يعني صعيب عليهم انه مثلا ياخذوا العطريه كياخذوها واجده وكاين تبارك الله اللي مازال محافظين على التقاليد صراحه وخاصه ملي كتكون العائله مجموعه في الخارج كتكون الامور سهله يعني كتسهل الامور. مثلا الخرقوم البلدي انا تنجيبو تندهنو تندهن لاطب شويه غير شي تاع ديال الزيت وتندهنو حتى هو تندخلو يتحمر ملي تنخرجو تنخليه حتى يدفى شويه وتناخذ الحكاكه اللي تنحكو فيها الثومه وداك الشيء وتنحك هو ما غاديش يولي لنا بودر غيولي غير مهم غادي يولي طريفات صغار لنقدر نطحنوه في الخلاط الكهربائي حيت درناه هكاك صحيح ما غاديش يخسر لينا الماكينه. اييه فعلا هذه طريقه سهله نديروها هذه اللي كنت بغيت نقول لكم نديروها في الحكاكه لا هو ولا سكينجبير تنطحنوه تيبقى طريفات شويه صغيورين ماشي كبار يعني يقدروا يدوزوا في الماكينه. اييه نعاودوا ندوزوه في الخلاط وتنغربلو داك الشيء اللي تيبقى تنعاودو عاوتاني نطحنوه وها الخرقوم البلدي عندنا هو سكينجبير حناه على يدينا. هادشي اللي كاين فعلا. او حنا دابا كاينين في المغرب وتبارك الله العطاره موجوده شي عطار تنتيق فيه تنصاوب داك الشيء تنشريه من عنده ونجيبوه نقيسو ونديه عاوتاني نطحنوه ونجيبوه هو مقاد نصيب نديرو في الحكيكات ديال الاقامه اللي تكونوا خويناهم وغسلناهم ونظفناهم ووجدناهم دابا العيد دائما حنا واخا تكون عندنا الاقامه خاصنا نشريو الاقامه. هادشي كاين كيخص الاقامه العيد تكون جديده باش تلدد لينا الشهيوات وصراحه هما من بين الحويجات اللي الواحد كيتعلموا مع عام على عام يعني في الاعوام الاولى ما
كتكون عينه كبيره كنمشيو ناخذ نص كيلو د العف كل عطريه مثلا ولا ربعه كبيره ولا، ولكن ها كتبقى يعني كتبقى الصيف كلشي كيسافر قليل اللي كيدي مع العطريه ديالو كيبغي مثلا يخرج من طيب، فالعام اللي من موراه صافي كتولي عارفه القياس ديالك شنو اللي غادي يقدك مثلا في العيد. من بعد ديك الساعه كتكون العطريه كتاخديها على القياس، يعني في الاول كنا كناخذ عطريه يعني بكميه كثيره. ايه دابا لا كلشي وعى كلشي ولا تيعرف ايه تاخذ قياسه قليله غير ربعه صغيره هادشي اللي كاين فعلا. كذلك اختي غادي ناخذ معنا في التقضيه ناخذ معنا النافع حبه السوداء والجنجلان وزرع الكتان، هادو علاش غادي نقيهم حتى هما ونطيبوهم ونخليهم نزينو بهم الخبز باش نخليه الخبز هادشي اللي كاين بصح فعلا. وكذلك ناخذ حتى الخزامه الخزامه علاش تعرفي مع الذبيحه والدم وهذا تحط الريحه غادي نعطروا بها الدار كيف كنت عطيت شحال هادي نديروها في الماء ونغليوها ونخليوها تبخر الدار وداك الماء راه تنسيقوا به ونجففوا به الدار. اييه ولا مثلا ملي نساليو نجمر نلوحوا شويه ديال الخزامه ولا شويه الصرغينه مسقيه ولا نشريو معنا العود والصرغينه ونبخوا هادو كاع في الدار تولي ريحه زوينه في الدار. اييه وناخذوا حتى هذاك الند ديال العتاوه تعطي واحد الريحه زوينه الا ما كان فرغينا لا بخور لا والو. واخا كذلك وحنا تنتقداو غادي ناخذوا القهوه المعطره لعشاق القهوه كنشربوها ما بين الوجبات هي ضروري منها بالنسبه لي تكون ضروريه اللي ما عندوش مع القهوه راه ماشي ضروري. دابا غادي ندوزوا للمروزيه هنا الموزيه غادي ناخذوها حتى هي كلها حبوب ونجيبوها للدار وعاد نقيوها ونصهدوها عيش بيه ونطحنوها. غادي نعطي كيفاش غادي تقداو الموزيه. هي واخا عندنا البسيبيسه عندنا الهيل لسان الطير. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه بقناه الفلفل المزيونه شكرا. عندنا الجوزه الصحراويه عندنا سكينجبير عندنا البزار الابيض وعندنا الخرقوم البلدي وعندنا القرفة والزعفران الحر واحد ربعة الحبات من القرنفل خمسة الحبات من النفتة الحرة ومعلقة كبيرة ديال اللوز. غنجيبو هادشي غير كمية قليلة مثلا خمسة دراهم أو عشر دراهم عشر دراهم من كل حاجة. غادي نجيبوها غادي نلقيوها حتى هي نصهدو كل حاجة بوحدها وغادي نطحنو مثلا سيبيسة بوحدها الهيل كل حاجة بوحدها. ملي غنبغيو نخلطو غادي ناخدو معلقة من السيبيسة وستة الحبات من الهيل هما اللي غادي ناخدو وخمسة ومعلقة راس معلقة ديال لسان الطير ما خصناش نكثروا منها اختي سناء. ايه وعندنا معلقه حتى هي كبيره من ظهر ديال الفلفل ونص معلقه من ديك الجوزه الصحراويه. ايه ومعلقه صغيره من السكنجبير ومعلقه صغيره من البزار الابيض وجوج معالق كبار من الخرقوم البلدي. ايه ومعلقه كبيره ونص ديال القرفه وشويه من الزعفران الحر وربعه الحبات ديال القرنفل والمسكه الحره هي خمسه الحبات اللي تنطحنوها غير شويه مع السكر باش تسهل علينا وداك المعلقه الكبيره ديال اللوز هي تطحن مع كلشي هادشي تنخلطوه مزيان وتنديروه في قريعه ديال الدجاج مع العطريه وتتبعوا عليها الموزيه تجي واحد الموزيه ريحتها ما نقول لكش انا. اييه فعلا كتجي زوينه والصراحه هي عطريه ديال الموزيه كتلاقي يعني حتى من بعد العيد في الشيوات وفي الطويجنات وفي المريقه يعني كتجي مزيانه بزاف كتلذذ. نتمنى يتبعوا هاد المقادير اللي عطيتهم راه كتجي زوينه بزاف. ايوه ما ناخذوهاش اختي مطحونه نهائيا من الاحسن فعلا من الاحسن ما ناخذوهاش. وهو السيده المبتدئات خاصه يعني يجربوا يسجلوا هاد المكونات ويمشوا عند العطار وياخذوهم ويتبعوا المراحل ويديروا العطريه ديال المروزيه ويشوفوا الفرق ما بين المروزيه المطحونه اللي كانوا تياخذوا وما بين اللذه ديال دوك الشهيوات اللي غادي يطيبوا من المروزيه اللي مطحونه على اليد يعني مذاق لا يعني لا علاقه بالاول فعلا. ندوزو اختي دابا للمكسرات اللي ضروري هذوك الثنائي تقلوها في الاطباق التقليديه لاصقه مع هذوك التوابل والله الا صح. عندنا اللوز
اييه والزبيب تناخذو تنوع تناخذو شويه من الزبيب الاسود وشويه من الزبيب الابيض. اييه دوك الكحل فعلا وشويه من القرقاش شويه من البرقوق تاخذو غير شويه شويه المشماش. البرقوق من تنجيبو تنسحوه تندهنوه بشويه ديال الزيت ونديرو في كاترونه ديال اللي بغى اللي بغى يوجدو يكون على اتساع تتلقيه غير نص طلقه وتتصفيه حتى تيصفى مزيان وديري في البلاستيك الخاص بالمجمد وديري في المجمد الوقت اللي بغيتي ها البرقوق راه موجود عندك تجيبو تعتلي ديالك. اييه وناخذو معنا الزيتون اختي الانواع ديال الانواع ديالو حتى هو كيعاون فيها المائده ديال الزيت وكذلك غندوزو دابا الاواني. اييه كاين شي شي وضروري والله الا شي دابا والله القسم انت كتهضري على هادشي والله الا شهيت شي مجي للقيصريه لانه فعلا واحد الاجواء كتكون زوينه اييه ومع هاد الاستعدادات وملي كتمشي للبلايص يعني لهاد البلايص بالضبط نهائيا ما كتنسيش شي حاجه. دابا راه واخا تقيدي في ورقه مثلا وتقولي غناخذ هذه وناخذ هذه ولكن مجرد ما كتدخلي من باب القيصريه وانت غاده وكتغدي في هذا القلع هذا الحبل هذا موجود كلشي موجود فعلا ما كتنسي والو كتخرجي هذه كيف قلتي نمشيو دابا من العطريه نمشيو اي واحد الاجواء زوينه الواحد ما احسن هذه الاجواء والله ولا صوبت على يديك واحد الفرحه وهذا باللذه ديال اي فعلا والله الا بصح وخاصة بالنسبة ليلى العطرية يعني كنظن على انه اي سيدة ما تقنطش يعني الوقت الكافي لانه العطرية كيكونوا حباتهم كبار يعني تنقيهم على خاطرها وطحنهم واش يبقى لا غيبقى لا غير داك الكمون اللي خصو يتنقى مزيان ماشي الاخر لا القزبر البيض ولا القزبر اليابس ولا هذا يعني كلهم باينين يعني يعني دغيا يتنقاو غير الكمون اللي خصو شوية ديال الوقت ولكن راه فعلا كيلدو المذاق ديال 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 الشهيوات ديال العيد غير الواحد يتوكل على الله ويتشجع داك الشيء اللي كاين. ما نساوش الزعتر نسيت ما قلتو الزعتر ضروري ما نشريوه ونقيه حتى هو ونخليوه في قريعه ما بانت تكون تخمه ولا هذا اي فعلا نكوع عليه الماء طايبو تنشربوه ونديرو فيه تنديرو فيه الزعتر مهم بزاف ديال الاطباق والشهيوه التقليديه بزاف ندوزو الاواني دائما نعزز علينا التجديد كل عام خاطنا قدبان شويه هادشي اللي كاين والله الا بصح فعلا المهم القدمان كاين القدمان ديال العود وكاين ديال الانوكس انا كنفضل ديال الانوكس ايه فعلا هذوك ديال العود في المجمر ما كيليقوش لانه ما كيتحرقو ما كان اييه وما كيجيو شويه الضو ما تيبقى كاع المنظر ديال القدمان زوين كنفضل انا الانوكس تناخذوهم كذلك تناخذو الماء تيكونوا شويه ماضيين باش غادي نقطعوا داك الشيء وتناخذو كذلك معنا حتى المعالق اللي ما عندوش معالق ديال العود ونتفاداو حنا المعالق الاخرين ديال العود هما باش نحركوه هما باش نطيبوا داك الشيء وكذلك ناخذ القنبه باش غادي اي فعلا اي هذيك راه كتنساو راه بصح دابا تحسر غير كتنسى فعلا شحال مره نسيتها اي لا لا كتوقع ولكن صافي الواحد تيعرف شنو عام العام صافي اييه اللي عنده عادي صافي تناخذوا القرابه حتى هي شويه وما نساوش ديك المربعات باش نزندوا الفاخر بسرعه ديك المربعات البيضين دغيا تيزندوا لنا الفاخر غير هما فيهم الاشكال اييه كاين واحد العام انا شريته وصدق خايب ما صدقش ليا ما شعلش ليا نهائيا اييه ولكن دابا هذوك فيهم تيكونوا فيهم بعض المواد اللي يعني صعابين بزاف كيف قلتي الواحد دوك ثلاث ايام ديال العيد فايته والمجمر ما كنستعملوش بزاف اللهم الفاخر يعني شعلو غير بشويه هكا فوق البوطه ومن بعد عاوتاني رجعوا لانه دابا ولا الفتيله اييه لانه راه دابا هذوك اللي قلتي دغيا كيشعلوا راه فعلا عندك الحق هما تيساعدوا تيعاونوا يعني حتى برا هادشي اللي كيديروا غير هو راه تيولي يعني مواد مسمومه كتسرب لذاك اللحم عندك الحق ملي تعطي واحد الريحه تعطي واحد الريحه بحال بحال وشي حاجه بحال هكا يعني واحد الريحه في شكل لا من الاحسن الفتيله ولا هادشي اللي كاين وهي راه في الصراحه الجيكس اختي تيشعل الجيكس الرقيق والله هما الجيكس اييه مزيان اللي كيدير الشمع ياك اللي كيدير الشمع الطريف ديال الشمع حتى هو دغيا كيشعل وكاين اللي كيشعل عادي الطريف ديال الثوب ديال الحياه كنديروا فيه شويه نقطه ديال الزيت وتنشعلوا انا احسن انا احسن ونخرجوا للسطح الى فين فعلا فعلا تعيش على خاطر ويهباوا عاد نخدموا بهم لانه هذوك اللي كيشعلوا بهم دابا اللي كيعاونوا من الاحسن الواحد يتفاداهم يعني واخا يمشي للقصاي الواحد ما ياخذهمش لانهم راه كيتسربوا الماكله يعني من الاحسن كذلك الرابوز اللي ما عندوش الرابوز ياخذ ديك النشاشه ولا دابا ولات فعلا كتعاون ما كانش ديك النشاشه والله الا بعد ما تندير انا الشوشوار اييه نديرو دغيا تيشعلو هذا كان نصائح اللي ما
عنده شهاده يبدل هذا فعلا اي بدائل هادو بدائل ومهمين بزاف فعلا كيف ما قلتي كذلك نشيو غلافه ديال البلاستيك باش ملي غادي ندبوا الحاول باش نلفوا راه داير معايا درهم غير خمسه ولا سته من كثروا خمسه ديال البلاستيك كنحطهم باش نغلفوا الحولي وكذلك الاكياس البلاستيكيه فاش غادي مهمين بزاف علينا اللحم فاش غادي نديروا في المجمد ميكاس بيضين كيف قلتي باش نديروا اللحم في المجمد ان شاء الله وهذوك التيكيتات هذوك ليتيكيتا هما دوك اللي كنلصقوهم في الميكا هذوك حتى هما مهمين ملي كنكتبوا هذا كوتليت لانه ملي كيتخشى داك الشيء في المجمد كتكوني عارفه واحد شويه ما كتبقاي تعرفي كوتليت من خصك تبقاي تقيسي وتخرجي ولكن فعلا ملي كنلصقوا دوك حتى الوليدات اللي كيلصقوا في الضفاتير كتكتبي بالماركور كحل كيبان فعلا يجي مزيان كل بلاستيكات كتبي فيها هذه الضلعه هذه الكتف هذا الراس خليها كل حاجه كتولي تجبلي على الورقه كتجيك ساهله انا واحد العام قد ترضي عليا الوالده قريتهم ليها قالت الله يرضي عليك سهلتي راه فعلا والله الا بصح فعلا حوايج كيتعلمهم الواحد كينقصوا عليك ناخذوا كذلك الفرينه يا اما المجمر كما تنقولوا ديال الطين ولا ناخذوا ديال الانوك دابا راه خرجوا الاشكال ديالهم ناخذوا اللي بغينا كل واحد اختي على قد جهده هادشي اللي كاين الاختيار عاوتاني بغينا نقول للناس ما يبقاوش يزيروا راسهم ويتعصب لا داكشي على قد راه كاين كل حاجه على قد كل واحد هادشي اللي كاين فعلا اي كل حاجه وعندها الانواع ديالها الماركات ديالها من الرخيص الغالي المتوسط عامر ناخذ نمشي انا على جهدي هادشي اللي كاين ناخذ داكشي اللي نقدر عليه كذلك ملي كناخذ الفرينه ولا كيما قلت انا ديال المجمر ما نكثروش اختي اللي بغيت النصيحه الاخر اللي بغيت نعطي الا كان باقي الحال نعطي العطريه ديال القدوه اللي صايبوها وقادوها قريعه واخا ان شاء الله غير بغيتهم ما يكثروش من اللحم دائما يكون في المائده ديالنا نكثروا من الخضر نفوروا الخضر نفوروها نديروا كاين العجب اي اما سلطه كيبيتي اما كل عام هو كيعطيك الشيوات يكونوا مقيدين الشيوات نديروا السلطات بكثره وما نكثروش من الحم كل نهار نديروا حاجه باش ما نضروش وما هادشي اللي كاين فعلا بزاف اختي اللي مراض اللي بالسكر اللي بكل واحد شنو فيه نحافظوا على الصحه ديالنا هي كل شيء اييه وعاد ديك الثقافه يعني اللي معروفه بها يعني المغاربه هو انه ديك صله الرحيم وكتجمعوا العائله فضروري خصك دير واحد الكسف ولا جيكو مثلا ها هو تنقص عليك فكيقلل اللحم كذلك ديك القاعده على اساس انه جيكو ولا كتف مثلا كديه لحماتك كديه للام ديالك يعني العائله فحتى هادو راه كيعاونوا يعني على الاقل واحد غير يدير هاد الشيء لانهم اللي غيجيو العائله وملي غتعطي مثلا لداركم مثلا واحد حقهم يذوقوا حتى هما وكذلك لحماتك مثلا ذوقت هي من الاضحيه فها حنا نقصنا علينا اللحم كتبقى حويجات قلال ممكن كيف قلتي لواحد مره حوت مره يعني دجاج وعاد ديك الساعه يعاود يرجع ماشي يعني ماشي داك الجهد ديال كل نهار لمده اسبوع دابا حنا التقاليد ديالنا ملي تنذبح انايا بالنسبه ليا ملي تنذبحوا الحولي تنشويوا كل شيء في العشيه ضروري ما تنقطع الكتف وتندير نتجمع به مع دارنا اييه هادشي اللي كاين ضروري منها ضروري فعلا راه حتى هما هاد العادات راه مهمين وكيعاونونا ما كيخليوناش انا اييه مزيانين فعلا وتدير صله الرحيم عندك فيها اجر عندك فيها بزاف د الحوايج وتتجمع ما تبقيش كاع تعيب بعدك العيد تيبغي في الحقيقه يكون جماعه العائله مجموعه فعلا تتبغي الجماعه كل واحد يدير حاجه ما تحسيش بلك اييه كيكون العوين فعلا اييه كيكون العوين ندوزو دابا العطريه ديال القدبان غادي نصيبوها على تيساع ملي نجيبو العطريه وكل شيء نقادوها في الماء بغي نديرو القدبان راه تنجبدو منها ونديرو تجيك سهله عندنا معلقه كبيره ديال القزبر يابس معلقه كبيره ديال التحميره معلقة صغيرة ديال السكينجبير نص معلقة ديال البزار الابيض والاسود ومعلقة صغيرة من الثومة غبرة وراس معلقة صغيرة من السودانية نسيت انا في التقديم نشريو معنا السودانية ولا نشريو داك المزاود راهم كاينين دابا نديرو نفس الطريقة ديال التحميرة نكرموهم ونطحنهم والسودانية عندنا وربع معلقة صغيرة ديال الورق ديال الزيتون اختي الورق ديال الزيتون نجيبوه ونمسحوه مزيان ما نغسلوش غير نمسحوه مزيان ونكرموه ونطحنوه ميه. هذا اختياري اللي قريب ليه واللي عنده يديرو اللي ما عندوش ما عنده ما يدير وغنديرو كذلك واحد المعلقه صغيره من المعدنوس يابس
نديرو منه هو واحد العلقه صغيره، تعرفي اللحم كيبغي المعدنوس كيبغي هاد القامه، صافي تنخلطو هادشي كلشي في قرعه ونخليو نكتبو عليه العطريه ديال القضبان. ديال القضبان اييه باش يكونوا واجدين. مين بغيو غنديرو قضبان ناخذو نديرو قضبان، حنا قطعنا اللحم ديال القضبان، دلنا عليها معلقه كبيره من هاد التوابل اللي ذكرت المخلطه، تنزيدو عليها غير شويه ديال الزيت البلديه. ايوا خلاص الا كان عندك الخل البلدي اللي هضرتي عليه غادي تجي زوين فعلا، وشويه ديال الملح وبصل مشلض رقيق وترقدوا على الاقل واحد 20 دقيقه ومن بعد صافي راه تنديروا في القضبان وتنشوف الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، وهادشي اللي كاين كل خير وتبارك الله، راه بقالنا غير ندبحوا الحولي. انا ندبح الحولي كلشي واجد. الله يعطيك الخير تبارك الله عليك يا ليلى، وكنشكرك بزاف على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا، واكيد مستمعاتي استفدوا منها. اييه اختي ان شاء الله هادشي راه غادي نحطو في القناه ليلى ام ياسين تي في. أيه. غادي نحطو ان شاء الله ويشوفوا المستمعات ويزيدوا يتاكدوا ويشوفوا بالفيديو. أيه. هاد المقادير وهادشي كلشي. اييه وانا بدوري وانه ملي كتصيفطي لي هاد الرابط ديال كل اقتراح درتي في القناه ديالك يعني ان شاء الله نحطو في الفيسبوك يعني، والمستمعات يستافدوا ويدخلوا مباشره لعندك القناه ليلى ام ياسين تي في. تبارك الله عليك يا ليلى، شكرا يعني لك بزاف فيك. الله يبارك فيك وعواشر مبروكه، وسلمينا على كل عائله وعلى راسهم الحاجه، بوسي ليها راسها وسلمي عليها بزاف، وتحيتنا لكل اوفيائنا وعواشر مبروكه للجميع من داخل وخارج المغرب، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه باذن الله. نتمنى تكونوا سجلتوا معنا ولا استفدتوا من خلال هذه النصائح اللي قدمت لنا، مشكوره جدا ليلى ام ياسين، خطوات واستعدادات بكل التفاصيل يعني من لوازم ديال العيد، الاستعدادات كامله كذلك العطريه، وكيف ما قالت ليلى هو انه من الاحسن الواحد ياخذ قياسه في العطريه ويجيبها للدار ويقادها او ينقيها عند العطار ويطحنها، لانه ملي كطحن على اليد راه نهائيا ما فيهاش يعني واحد تمره بزاف، ولكن فيها واحد المذاق زوين، وخاصه هو انه يعني ما غاديش تاخذ حتى شي، الا خدينا مثلا غير واحد ساعه الا روب درنا في بالنا اننا غنمشيو عند العطار وغادي نتقداو هذه العطريه، راه غادي ناخذوها ونقيوها، يبقى لنا غير الكمون اللي ممكن اننا نجيبو للدار ويتنقى على خاطر انه تاخذ الوقت وعادي تسهد، وديك الطريقه ديال انه نديرو كاسرونه فيها الماء ومن بعد فوق من هذاك الطبسيل البيض ونحطو ذاك الكمون ونخليوه يعني راه كيبدا يسخن وبسهوله يعني كيطحن وكيجي مزيان. اما ما تبقى من العطريه بحال القزبر حبوب، القزبر يابس، الخرقوم، القرفه مثلا عواد، هادوك ساهلين يعني كيتنقاو باينين، كيبان الحجر كيبان كلشي يعني، العطار تيكون عنده تفصيل ممكن نديو معنا داكشي ديالنا، وديك الساعه نقادو ونعطيو ليه ونجيبو المسائل ديالنا مقادين. كاين اللي كاع اللي تيدي مثلا تيمشي عند العطار وينقي العطريه ويقادها ويطحنها ليه، وتيدي معاه حتى دوك العطريه دوك الحكاك ديال العطريه، وكيجي مصايبين مقادين تيمسحهم وتينحطهم يعني في بلاصتهم بكل سهوله، ما تيجيب لا ميكات لا والو، يعني عبر نص رابعه مثلا ديال الخرقوم البلدي بعد ما نقاها تيخويها لي في ديك الحك ديال العطريه والامور كتمشي مزيان. ومن الاحسن هادو كلهم حويجات اللي هما ساهلين ولكن راه كيديروا فرق كبير. نتمنى انه كل السيدات وخاصه يعني المبتدئات اللي عاد اول مره غادي يعيدوا بوحدهم مثلا يتعلموا هاد الحويجات لانه مهمين، وهما لاباز ديال هكا عيد الاضحى، لانه كاين التقاليد وكاين عادات اللي كتختص بها يختصوا بها يعني في المغاربه والمغربيات. هم غادي يمشيو مباشره عند المستمعه اللي اختاريناها اليوم انه تقدم الوصفه ديالها، ناديا من اسفي. الو ناديا. الو السلام عليكم اختي سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ناديا ماكري من اسفي، مرحبا بك معنا اليوم في المسابقه. نهار كبير اختي سناء هذا. بكم الله يبارك فيك. شنو غتقدمي للمستمعات؟ كاينه تورطه ياك بالمورينغ؟ اييه لقيتو ليك بالمورينغ. اييه بالكريم باتيسير والمورينغ واخا ان شاء الله. اول حاجه اختي سناء كناخذو في اناء كنديرو فيه ربعه ديال الدقيق، كنقسمو هذوك جوج معالق كبارين، كنعوضو بجوج ساسيو ديال الكاكاو ايديال. اييه كنضيفو معاهم نص ربعه ديال الزبده وقبسه الملحه، شويه ديال الخل مع جوج معالق ديال السنيده. اييه صافي كنبسبسو كلشي مزيان، كنجمعو بصفر ديال البيض. مرحبا بكم على حساب الخالق بعد البيض الخاصه بقناه امونه المزيون. صافي كنخلوها حتى ترتاح واحد الساعه، من بعد كنديروها في ليمون وكنثقبهم بالفرشات. اييه صافي كندخلهم للفران باش كيطيبوا، راه دغيا تيتحمونا اختي سناء وتنخرجوهم. اييه صافي كندوزو كنحضرو كريم باتيسير ايديال مع الحليب، كناخذ واحد الكاسرونه
كندير فيها 3 معالق كبار نجي الكريم باتيسيير ايديال مع 2 معالق كبار نجي السنيده كندير فوق من البوطه حتى كيعقد لينا داك الكريم باتيسيير ديالنا كنطفيو عليه البوطه وكنديروه نعمرو به لي طاختري ديالنا ايه صافي كندوزو كنوجدو المرانغ كنطلعو داك بياض البيضه مع قبيصه الملحه مع 2 معالق كبار نجي السنيده مع 1 لافاني ايديال صافي كنضربو كلشي مزيان حتى كيولي عندنا شكل ديال المنقار صافي كنديرو هذاك المرانغ ديالنا في لابوش وكنبداو نديرو هذاك المرانغ ديالنا فوق من هذاك لي طاختوليت انا ما عنديش اختي سناء الشاليمو انا درتهم دخلتهم للفران باش ياخذ لوين حمامه اييه اللي عندك الشاليمو كيجي حتى هو مزيان هذاك الشيء اللي كان اختي صافي ملي كنخرجوهم كنزينوهم بالفرومبواز والعقيق الفضي اللي على حسب السيده تزين جا منظر زوين بداك المورينغ وداك يعني الفرومبواز اللي درتي وداك العقيق الله يعطيك الصحه بارك الله فيك حبيبه سناء تبارك الله عليك انا جايه من اسفير لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقره لاله مولاتي المتنوعه ودابا غادي ندوزو للشيوات الخاصه بعيد الاضحى رفقه المستمعه لبنى من اسفي الو لبنى الو سناء لاباس عليك واش مبروكه الله يبارك فيك واش راكم مبروكه ما شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله الله يبارك فيك شكرا لك بزاف بعد النصائح المنزليه والمطبخيه والاستعدادات لعيد الاضحى مع ليلى ام ياسين دابا غادي ندوزو للمعقول شيوات باش اللي يعني بعد ما صيبنا العطريه وقادين الامور علينا هادشي اللي كاين دابا نطيبو مع لبنى والحاجه لطيفه تبارك الله وقطعنا هادشي اللي كاين اليوم غادي ندخلوا للكبينه هادشي اللي كاين نبداو على بركه الله عليكم لسناء اللحم بالقرعه معسله اييه غادي نقترح عليكم طبق ديال اللحم وغادي نقترح لكم ثلاثه ديال الحويجات اللي هما قدام يعني كاينين غير هما ما بقاوش بزاف كيستعملوا كما كيستعملوا مواتنا وجداتنا في خصوصا في الايام ديال العيد الكبير بحال القرعه معسله بحال العقده ديال اللوز والزبيب يعني هادو ما بقاوش كيداروا دابا بزاف اييه مزيان بالنسبه للحم لسناء غادي ناخذوا اللحم راه تيبقى القياس اللي يعني اللي بغينا غادي نحتاجوا معاه شويه ديال الملحه شويه ديال الخرقوم او الكركم غادي نديروا راس ديال الحانوت وغادي نرقدوا هذه وشويه ديال القزبر يابس ضروري وغادي نرقدوا هذه التوابل في شويه ديال الماء ونخليوه يتقد قد ما تقد عندنا اللحم قد ما تيجينا فتي وكتجينا ديك البنه ديال اللي قامه فيه اييه فعلا في الطنجره غادي ناخذوا غادي نديروا شويه ديال الزيت وغادي نديروا البصله تكون شويه بزايد تكون مشلضه دقيقه وكنخليوها حتى كتذبل هذيك البصله عاد كنديروا فيها دوك القطع ديال اللحم من بعد ما تيتشحر عندنا داك اللحم مزيان كنمرقوا بالماء طايب الا كنا غادي نديروا على الفاخر يكون احسن كناخذوا شويه ديال الزعفران كنديروا فوق من ديك الغطايه ديال ديك الطنجره من بعد ما كيطيب اللحم هذا كناخذوا داك الزعفران كنحطوا غير بين يدينا بحال هكا وكنخليه داك اللحم حتى كيتغمر مزيان وكتكون عندنا المريقه واقفه في ايه هذا ديالها هي واجده اهلا الله يعطيك الصحه بالنسبه للقرعه لسناء غادي ناخذ 2 كيلو ديال القرعه اللي كنكونوا قطعناها مربعات ايه كنديروها تفور غادي نديروا معاها واحد المعلقه من بعد ما تفور كنديروها في كاسرونه وغادي نديروا معاها معلقه كبيره ديال القرفه شويه ديال المصطفى غادي كنكون نحنا مع شويه ديال السكر ايه غنديروا في ديك المقله كنكونوا درنا بعد الزيت هو الاول عاد كنديروا هذيك القرعه وشويه ديال الملح ضروري وكنبقاو كنحركوا حتى كتنشف عندنا هذيك القرعه وهي كتاخذ شويه ديال الوقت واخا لانك واخا مطوره كتطلق لينا الماء اييه نخليوها حتى تنشف من داك الماء مزيان حتى تنشف من الماء مزيان كتولي عندنا على شكل بيغي اييه من بعد عاد كنضيفوا هاد القرفه ما كنديروهاش في الاول كنضيفوا القرفه والمسكه وكنزيدوا العسل تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال المعالق ديال العسل الحلاوه على حسب الذوق باش تعسل لينا القرعه الحمراء اييه وكنديروا معاهم 4 ديال المعالق ديال الجنجلان اللي كنكونوا حمرناه اييه خليناه بحال هكا صحيح اييه وكتخليها غير واحد شويه وتكون واجده وفعلا كتجي زوينه كويرات نخليوها تتبرد كنديروها كويرات وكندوزوها اما في اللوز كونكاسي
ولا في اللوز إفيلي. إيه وهي فعلا كيف ما قلتها لبنى هو أنه ديك القرعة الحمراء معسلة بالزنجلان هذيك هي الطريقة البلدية يعني المعروفة قديمة. فعلا القديمة واللي دابا رجعوا لها تبارك الله وكتعطي تزيين زوين هكا الأطباق الواحد يديرها. بالنسبة للزينة للسلام ممكن نديروا إلى شفتي في الصور اللي رسلت لي إيه؟ أنا يا دوك الفواكه المعسلة الحمراء إيه درت اللوز ودرت هذيك الفاكهة ممكن نعوضوها بنصف قرقاعة يعني في ذاك الوسط عوض ديك الفواكه الحمراء ممكن نديروا نصف قرقاعة. بالنسبة للتقديم أنا حطيت اللحم في الوسط إيه؟ وخديت الأناناس عسلته وحطيته في الجناب وداك الاناناس درت كل طريف من هاد كل كويره من هذيك الكويره ديال القرعه وسط من هذيك الاناناسه ايه والدغميره اللي كتكون في الوسط هادشي اللي كاين. وكيف قلتي النصيحه هو انه بالنسبه للقرعه الحمراء المعسله ضروري انا حتى تنشف من الماء مزيان يعني باش كتولي بيغي كتولي تشكليها كيف ما بغيتي. اي فعلا راه كتاخذ لينا الوقت شويه باش كتنشف. بالنسبة للعقدة الثانية هي ديال اللوز والزبيب غادي ناخذوا نص كيلو ديال الزبيب كحل كنكونوا خديناه ونقيناه حيدنا منه العلفة هذاك الزبيب القديم يعني الأسود ماشي الصفر أييه كنكونوا غسلناه وخليناه حتى نشف أولا نشفناه بواحد المنديل وكندوزوه في ماكينة ديال المطيشة واخا. غادي نحتاج واحد ربعة ديال الجنجلان محمر ومطحون نصف ربعة ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة. عود ديال القرفة نصف حامضة هكا يعني غير حامضة كنقسموها على جوج. غادي ناخذوا عصير ديال الليمونة وشوية ديال الزعفران الحر. كندير هاد المكونات كاملة اختي سناء مع شوية ديال الزيت في الطنجرة إلا اللوز هو اللي ما كنديروش. وكنبقاو كنحركوا في هذيك العقده حتى كتنشف حتى هي من الماء تولي عندنا معلقه. ايه فعلا خارج النار كنضيفوا ليه هذاك اللوز ديك النص ربعه ديال اللوز اللي هرمشناه. بالنسبه للزين في القديم كانوا كيديروها غير في الطبيب ديال هكا في الوسط وكتحط في الوسط ديال الطبيب والحين كيجي في الجناب. دابا الاضافه دابا الا بغينا نديروها في ديمون ديال السيليكون وكنزينوها حتى هي باللوز مهرمش. ايه واخا غادي نقترح عليكم واحد العصير هو بديل المشروب في ايام العيد كنشربوا يعني المشروب اي داك اللي كنهضموا به. اييه واخا. غادي نحتاجوا السيترو ديال الماء بارد ايترو ديال الماء الغازي هذاك اللي القرعه ديالو زرقاء. اييه ونصف حامضه كنقطعوها شرائح والسكر تيبقى على حسب الذوق. كناخذ هاد المكونات بثلاثه كنطحنهم وكنصفيهم جوج ديال المرات وتيكون عندنا الخليط اولا العصير ديالنا كيكون واجد واخا الحامض بالقشور ديالو. هذوك الشرائح كناخذ ديك نص حامضه كنقطعها هكا دوائر بقشورها بالقشره ديالها ونحيدوا هذاك العظم. اييه اييه نحيدوا ليها العظم ونحيدوا منين كنطحنوها كنصفيوها جوج ديال المرات جوج المرات واخا. نصفيوها من الاحسن شي حاجه اللي هي رقيقه باش يعني هذاك الحامض ما يبقاش لينا هكاك. ايه واخا. بالنسبه للوصفه الثالثه هي عقده ديال المشماش. مزيان ايه هادو الصراحه كيجيو زوينين هاد الزين بهذا الشكل. هادو يعني شي حاجه اللي كتكون مختلفه في العيد. ايه كنغيرو شويه. ايه غادي نحتاجو هنايا رابعه ديال المشماش. كناخذوا هاد الربعه ديال المشماش كنعسلوها مع شويه ديال الماء والقرفه والسكر حتى كتعسل وكتنشف. كناخذوا داك المشماش كنقطعوه رقيق يعني كنحاولوا نقطعوه رقيق بزاف وكنضيفوا ليه اما اللوز مطحون او لا جلجلان مطحون. يعني اللي كاين عندي اللوز نضيفو عندي الجلجلان مطحون نضيفو ليه وكنجمع هاد الحشوة. أنا درتها على شكل حريبلات دوزتهم في اللوز إفيلي وكان عندي هذا السفرجل المعسل. من بعد ما حطيت اللحم في الوسط شديت السفرجل حطيت
حطيته وحطيت كل نصف رجله وسط منها واحد هاد البودان الصغير ديال الحريب المشمر. ومنين كتذوقيه يعني ما كنعرفوش مشمش نهائيا. الناس اللي ذاقوه ما عرفوهش اشنو هو، شي حاجه حلوه ولكن مختلفه، وكنكونوا قدمنا المشمش يعني بطريقه شويه على المشمش هكا صاين. صح هادشي اللي كاين. يلاه يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي، بارك الله فيك. والصور غادي نصيفطهم لك مع الروابط، والبنات اللي بغاو يشوفوا هادو الوصفات على قناه هيوات ام دعاء، وانا غادي نصيفطهم لك بالروابط اللي بغيتي تنزليهم يشوفوا الاخوات صافي. الاطباق كلهم بارك الله عليك. بارك الله عليك لبنى، وشكرا لك بزاف على المشاركه ديالك في البرنامج وفي الاسبوع الخاص بعيد الاضحى. اكيد على ان المستمعات غيستافدوا من كل هاد الاقتراحات، وكذلك بالنسبه للتزيين ديال هاد الاطباق بحويجات اللي هما معسلين كيف ما عطات، يعني بالقرعه الحمراء بالمشماش اللي كيدير الشريحه معسله، فكاين انواع كثيره. علاش اللي ما نزينوش بها الاطباق ديالنا ونغيروا شويه على المعتاد. قبل من الفاصل الغنائي تفكرت واحد الحاجه مهمه، هو انه بالنسبه كيفاش يعني نشعلوا المجمر. مشكوره جدا ام شمس بعثت لي بالطريقه ديالها كيفاش كتشعل المجمر، يعني بطريقه اللي هي مزيانه. كنا كنتكلموا على هذوك المربعات دابا اللي كيتباعوا اللي هما كيساعدوا اننا نديروهم في المجمر، دغيا كيشعلوا لنا العافيه، ما كنديروش التمارة بزاف، ولكن راه عندها واحد الاضرار على الصحه ديالنا. علاش؟ لانه اولا اول حاجه بعد هذوك فيهم ملي كتشعل كتولي تشم الريحه ديال بحال ليسونس، فهداك الشيء كله كيتسرب الماكله، داك اللحم يعني اللي غادي نحطو، هذه من جهه. الحاجه الثانيه وانه كانوا وليدات صغار ولا كبار، ودابا حنا ولا كلشي على سبعيني، كلشي عنده ضيق التنفس، كلشي ما كيقدرش يتنفس مزيان وغيره، فهاد المواد ما خصهمش يدخلوا للدار. كيف ما قالت يعني ليلى ام ياسين بالنسبه للوريقات الكاليبتوس، الوريقات ديال الزيتون، الوريقات ديال يعني داك البخور يعني ديال العيد اللي فيه مثلا صرغينه، فيه مثلا الخزامه، ممكن اننا نديروها في المجمر وتشم واحد الريحه زوينه في الدار وفي نفس الوقت صحيه من الاحسن. فالطريقه ديال ام شمس هو انه كتشعل المجمر، يعني كتاخذ داك الكارتون ديال البيض، وفعلا هذه كنت سمعتها شحال هذه، والله الا شكرا بزاف اللي فكرتينا بها. داك الكارتون يعني كنجيبوا مثلا اللي تيجيب مثلا البيض يعني في الكرتونه ديالو، هذيك الكرتونه اللي كنحطوا فيها البيض، وكاين دابا راه كيترماو، ممكن نهزوا منهم الكميه اللي غادي تكفانا. وكيف ما قالت ام شمس هو انه فوق ما كتاخذ البيض يعني في الكرتونه ديالو، كتاخذ هذوك الكريتنات كتحتفظ بهم فوق ما كتبغي، مثلا سواء قرب العيد او لا بغات تشعل المجمر كديرهم، يعني كتاخذهم وهما بحال الفتيله، يعني كيعوضوا الفتيله. يعني بغينا نديروا فتيله كان بها ما عندناش، ناخذوا ونجمعوا. دابا مازال شويه ديال الوقت ان شاء الله، فهذوك الكرتونه اللي كنحطوا فيها البيض يعني ناخذوهم نخبعوهم، وفوق ما نبغيو اننا نشعلوا المجمر يعني كنحطوا الفاخر يسخن عادي، وكنحطوا هاد الطريفات ديال هاد الكرتون اللي كنحطوا فيه البيض، راه دغيا كيشعل، دغيا كتشعل العافيه، وفي نفس الوقت يعني مزيان، ما فيش شي ضرر، يعني ما غاديش يعطي شي ريحه مجهده، لانه هذاك غير كرتون. فشكرا لك بزاف، لانه فعلا هذاك الكرتون داك اللي تيكون بحال الفرش، يعني كرتون تنحطوا فيه البيض راه تيتباع من البيض، وفوق ما يكون عندنا شي طرف نخبيوه، يعني فوق ما خدينا مثلا البيض داك الكرتونه ديالو نخليوها، وملي نبغيو اننا نشعلوا المجمر صافي ديك الساعه كنشعلو وكنحطوا فوق منه الفاخر، كنحطوا هذاك يعني كنحطوا هو الاول وعاد نشعلوا عليه الفاخر، باش هذيك يعني هذيك الكرتونه ديال البيض اللي حنا غادي نديروه في المجمر وعاد كنشعلوا العافيه على داك الفاخر حتى كيدخل مزيان فوق البوطه، وعاد كنحطوه، يعني كيكون هذاك كيكون هذاك الكرتون ديال البيض كيكون هو لتحت في المجمر، وعاد فوق منه باش دغيا تشعل العافيه، دغيا داك الفاخر يشد فيه، يعني الفاخر كيكون الفوق وديك الكرتونه كتكون لتحت في المجمر. هذه هي الطريقه ومزيانه بزاف، وكنشكر بزاف ام شمس عليها. الليله ام ياسين كذلك غادي نرجع نتواصلوا معها، لانه ذكرت واحد النصيحه مهمه جدا كيفاش نغسلوا الدواره والكرشه، فغادي ناخذوها ان شاء الله. اذا وصفتنا اليوم بكريمه الدهن شيكولاتة، غادي نقدموا لكم غريسات الكوتي بالشوكولاته. فغادي نحتاجو في المقادير
باش نحضروا هاد الكريسات غادي نحتاجوا كاس ديال الحليب سائل، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت الروميه، بيضه واحده، شويه ديال النفاء اولا الزنجلان، شويه ديال الملحه، خماره حمراء ديال الحلوه، كريمه شوكولاته للدهن اللي تكون في الثلاجه بارده مزيان، ساشي ديال الفاني، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، والطحين على حسب الخليط. غادي نعاود بالنسبه لهاد الكريسات اللي قلتي كيجيو زوينين، كيجيو مفتفشين وبالشوكولات. فغادي نحتاجو قلنا كاس ديال الحليب سائل، بيضه وحده، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت الروميه، شويه ديال النفاء اولا شويه ديال الزنجلان اولا بجوج، شويه ديال الملحه، خماره حمراء ديال الحلوه، كريمه شوكولاته للدهن اللي نديروها في الثلاجه حتى تبرد لينا مزيان، ساشي ديال الفاني، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، يعني الفوريه اللي نديروها مع شويه ديال داك الحليب والدقيق اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين. الطحين يكون من النوع الجيد الخاص بالحلويات. فبالنسبه للطريقه هو انه غادي نجمعوا المقادير مع بعضياتهم وكندلكوا العجينه مزيان، يعني غادي نخلطوا داك كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب يكون دافي ونعبروا بالكاس ديال العنبه، وغير هو لكم الاختيار. الكاس ديال العنبه في انواع كثيره، اولا كاس ديال العصير في انواع كثيره، المهم هو انه الكاس اللي درتو سواء ديال العنبه صغير اولا الكبير اولا المتوسط اولا داك الكاس ديال العصير اللي بغيتو تضاعفوا الكميه، اي كاس عبرتو به هو اللي غتعبروا به الحليب والسنيده والزيت الروميه. قلنا ناخذوا كاس الحليب نزيدوا عليه بيضه، كاس ديال السنيده، نزيدوا كاس ديال الزيت، نرشوا بشويه ديال النافع اولا زيدوا الزنجلان اولا بجوج نديروهم شويه شويه، يعني شويه من النافع شويه من الزنجلان، شويه ديال الملحه، وكنديروا الساشي ديال الفاني، خماره حمراء ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز ديك الفوريه اللي كتذوب اولا العاديه، نديروها في شويه واحد جريمه ديال الحليب ونخلطوها مزيان، حليب دافي ولا نخلطوها نخليوها عاد نزيدوها. والطحين اللي غادي كفانا، يعني نخلطوا هاد السوائل مع بعضياتهم هاد المكونات ونزيدوا الطحين ونبقاو نخلطوا مزيان، نخلطوا حتى تجمع لينا العجينه. من بعد ملي تجمع لينا ندلكوها مزيان، يعني ندلكوها تدلك مزيان، ثم غادي نخليوها حتى كتخمر ويا عجينه نغطيوها بمنديل ولا بلاستيك غذائي ونخليو هاد العجينه ديال الكريسات يخمروا المره الاولى. من بعد غادي ناخذ ديك العجينه وندلكوها غير واحد شويه نخرجوا منها داك الهواء، ومن بعد غادي نقطعوها على شكل كويرات، يكونوا قياس واحد على شكل كويرات صغيورين. وغادي ناخذوا كل كويره غادي نحطوها في الكف ديال يدينا ونبسطوها غير واحد شويه، ونبداو ناخذوا داك الكريمه شوكولاته للدهن اللي درناها في الثلاجه يعني باش تكون شويه قاصحه، ونبداو نهزوا معلقه صغيره من كريمه شوكولاته للدهن ونديروها في الوسط ديال الكريسه ونلولبوها عاوتاني، نكوروها على شكل كويره، يعني نرجعوها للشكل ديالها على شكل كويره. نبقاو غاديين بنفس الطريقه، كل كويره خديناها نديروها في الكف ديال يدينا نبسطوها غير واحد شويه، ونهزوا معلقه من كريمه شوكولاته للدهن اللي تكون بارده مزيان في الثلاجه، ونهزوا ونديروا ديك الكريمه شوكولاته للدهن في الوسط، ونعاودوا نشدوا ديك الكويره ونكوروها على شكل كريسه، ونبقاو غاديين حتى كنكملوا. من بعد هاد الكريسات بعد ما عمرناهم بالشوكولاته ديك الساعه كنحطوهم في لاطه ديال الفران مدهونه اولا مفرشه بورق سلفوريزي ولا ورق الطبخ ولا الكاغيط ديال الزبده، وكنحطوا هاد الكريسات معمرين بالشوكولاته يعني متباعدين، وديك الساعه كنخليوهم يعني يخمروا المره الثانيه، وتندهنوهم. باش غادي ندهنوهم لكم الاختيار، اما ندهنوهم بيضه كامله مع قطرات من الخل اولا صفار ديال البيض مع معلقه ديال الحليب، واحسن احسن الدهن بالنسبه لهاد الكريسات هو انكم تاخذوا شويه ديال الحليب مع ساشي ديال الكاكاو المر اولا الكاكاو اللي كيتباع بالعبار، ماشي داك الحليب اللي كنديروا في الحليب للوليدات، وانما هذاك اللي كيكون لون ديالو غامق داك الكاكاو المر. نهزوا منه واحد معلقه صغيره ولا راس معلقه صغيره ونخلطوا مع شويه ديال الحليب ونخلطوهم مزيان، راه تعطي واحد اللون، واحد اللون ذهبي ولكن واحد اللون غامق كيجي زوين بزاف. هذه يعني صراحه شفت حنان الازهري اللي كانت ربحات يعني في المسابقه يعني داك الفقاس، وفعلا ملي دهنت الفقاس بهذا اللون بالحليب مع الكاكاو
المر او لا ساشي ديال الكاكاو عطى واحد اللون زوين يعني واحد اللون مختلف على داك التزيين، وهذاك اللون هو اللي تيبان لينا في المخبزات يعني في الباتيسري هكا في القريشلات وفي الكرواسه وداك الشيء، وتيجي واحد اللون زوين ذهبي غير هو داك الذهبي الغامق يعني برونزي بزاف. فندهنوا بالشيتا، ندهنوا هاد الكريسات، وانتم لكم الاختيار ديك الساعه، اما دهنوهم تخليهم يخمروا يعني عادي، ممكن انكم تزيدوا اللوز يعني اللوز بالقشره ديالو، داك اللوز العادي بالقشره ديالو غير هو مهرمش كنرشوه من الفوق، ممكن ديروا الزنجلان الزرارع اللي بغيتو، كيف ممكن تخليهم كيف ما هما يعني غير مدهونين، وممكن يعني كل وحده وعلى حسب شنو الاضافه اللي كتبغي تزيد في التزيين. وممكن ملي ندهنوهم بهذا الحليب مع الكاكاو المر نديروا نفس التزيين اللي كنديروا في الفقاس، يعني غادي ناخذوا الظهر ديال الفرشيطه ونبقاو هكا نديروا بخطوط تموجات، فكيعطي واحد المنظر زوين، واللي كيطيب كيبقاو دوك التموجات هكا في دوك القريشلات. فنتمنى انكم تجربوهم الكوتي، وبالصحه والراحه. لقاء مازال التواصل كيجبنا بكم مستمعينا دائما من خلال الفقرات لاله مولاتي المتنوعه واللي خصيناها هذا الاسبوع لاستعدادات العيد الاضحى ان شاء الله. غادي نمشيو عند لطيفه ونشوفوا شنو موجدنا بالنسبه لاقتراحات العيد الاضحى. الو لطيفه. الو اختي كبيره. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. ربي يخليك مبروك عواشركم. علينا وعليكم الصحه والسلامه. ربي يخليك بارك الله فيك، مرحبا بك لطيفه. شنو موجد المستمعات اليوم لاقتراحات العيد الاضحى؟ نصيحه بالفخر. كتاخذي غير انا هذه واحد المنافسه، كانت عندنا واحد المنافسه واحد طيبه وحلا في الفخر شعرت لزوج فرينات تبارك الله. اييه شنو درتي؟ كتاخذي غير كلينكس. اييه دوك المناديل الورقيه. اييه كتبرميه وديريه في الزيت وتشعليه وتكوني دايره بحال القبه ديال الفخر وديريه من الداخل ما تسوحليش معاه. يعني تسخني الفخر وديريه في المجمر وتاخذي دوك المناديل الورقيه اللي كنمسحوا بهم يدينا. في الفخر بحال القبه. اييه عادي مقبب. اييه ودوك المناديل الورقيه كدهنيهم بالزيت. تبرمي وتغسلي على الراس ديالو في الزيت وديري. اييه حتى هو كيشعل العافيه دغيا مزيان. وديك الكراطن ديال البيض راه كتحطي كتضوب ليه مع ثلاثه كتحط عليهم البيسي باش ما يسخنش اللي تشعلي. اشنو كنحطوا عليهم؟ البيسي ديالك اللي كتشعلي باش ما يسخنش. واخا هاي فسري ليا كيفاش؟ ها هو دابا الفاخر سخناه. لا دابا الفاخر شعل. اييه دابا الفاخر شعلنا. اييه قلت لك الكراطن ديال البيض. اها كتستعمليهم بحال دابا الديسي اللي عندك. الديسير؟ ديسي ديسي. والله ما سمعتك شنو قلتي لطيفه سمحي ليا. ديسي. البيسي بغيتي تقول. اها البيسي اها لاحظت. كتضرب لي الكراطن ديال البيض. اها وكتحطيه عليه باش ما كيسخنش اللي كتشعلي. يعني والله الا مزيانة. عرفتي شنو دابا حيت حنا كنا غاديين في داكشي الكوزينه ما طاحش عليا البيسي ما انت تبارك الله اللي قلتيها مزيانه غير حنا ما شديناش البيسي نهائيا حيت شدينا غير في سميتو غير في الكوزينه. كرافنا بالمستمعات في الكرافنا تفكرها. والله الا مزيانه مزيان واخا. انا هادشي اللي كيدير ولدي بحالكم باش ما كيسخنش. يعني داك الكرتونه ديال البيض الكرتونه ديال البيض كتضوبليهم وتحط عليه البيسي داك الحاسوب. كيبقى مهوين ما يسخنش. اييه واخا. واحد المشروب بحال السخمه وداك الشيء. اييه تاخذي طرو ديال المطيط وعصير ديال جوج الحامضات جوج معالق ديال العسل. و سكين جبير الطري كتحكي تعصري منه نص كاس كتخلطي وتخلي ما دار ما كيخلي لا تخمه لا واه. عاودي لنا لانه زربتي في المكونات. عاودي لنا لطيفه الحال بقي الكرداس. لا لا تبارك الله مازال عندك الوقت كوني هانيه. ها بشويه عليك لطيفه. انت غتاخذي طرو ديال المطيط. اييه وغتديري فيه جوج عصير ديال جوج حامضات. اييه وجوج معالق ديال العسل. كتاخذي سكين جبير الطري كتحكي وتعصري منه نص كاس. اييه وكتزيدي عليه ديري في الثلاجه تخلي هذا ما طيب مشروب هكا كيساعد على الهضم. اييه مرا الماكله زوين هذا مزيان كنقويش منه كل هادشي اللي كاين فعلا. اييه مرحبا بكم على التشكيله. شي واحد الخضيره كتشي طرق اللحم. اييه تفضلي. انت غتاخذي نص كيلو ديال خيزو غتنجريه وديريه يتسلق ما تحيدي لا قلب لا والو. اييه عاد يتسلق عاد يدخلو الطياب ما يتسلقش بزاف. كتحكيه بالحكاكه بالطول كتشدي حامض مصير كتقطعيه رقيق قزبر ومعدنوس ثومة زيت العود وكديري شويه تحميره سودانيه البزار ومليحه وكتشحريه. وهادشي يديروه في الليل بحال هكا الغد العيد. يوجدوه الغد. كتشي ثاني واحد الخضيره
كتشدي شويه شويه اللوبيا، كتشدي الكوكوط كديري فيها شويه اللوبيا خضراء حسب الفرع بعد بحال هكا ما يكونش. اييه كديري خيزو كديري كاس ديال الجبانه اللي عندو في الفريكو اللي كان شي واحد موجوده كتقطعي بطاطا صافي وكتشدي عليها وديري واحد شويه رشه ديال الربيع. اييه كديري في كاس ديال الماء في شويه الملح كترشطي كلشي داكشي اللي درتي. اييه وسدي الكوكوط وخليها حتى الصباح وهذه ملي تكون تسقي وديري عليها نهار مهيله بحال الشمعه صافي كلشي كيطيب مقاد مزيان. ملي كيتسالي خلي ملي كتطيب ربع ساعه هكاك راه طابت. اييه كتسقطريها وتدخلي فيها اللي بغيتي، بغيتي المايونيز بغيتي العيط في المشلطه والكمون تاع اللي بغينا نزيدو اللي عجبك ديريه هادشي اللي كاين كتجي زوينه. نشمعك الخليع واخا. الو اييه تفضلي لطيفه. بالنسبه للخليع ان شاء الله من بعد ان شاء الله ملي نذبحو. اييه المهم اللي يذبحو واحد النصيحه بعدا ملي نحاول يذبحو ويرتاح يحيدو ليه البوله والفران في تكون اللور على ما حيدوش هاد الشيء راه ينحو الحولي. صح ضروري ملي ترتاح البوله يحيدو هاد الشيء. صافي كتشدي ملي كنفصلو ان شاء الله كناخد العنقره، انا كناخد من العنقره حيت تكون مغلفه غليظه كنحيد منها اللحم ونخلي شويه هذيك الاخر نديرو المروزيه العظومه ديالها كنشد هذاك الشيء كنشد شويه من الفخد حيت الخليع تيبغي اللحم رطب ماشي بحال كدير لاخر تيبغي طلوع. صافي كديري السيور تقطعي بحال اشريطه كتشدي الثومه ثلاثه الكركوبه ديال الثومه. كتشدي القزبر الياس جوج نهار كل ثلاثه. انا نعطيك على قياس زوج كيلو ديال الكبير. اييه وكل واحد على حسب الكميه قلوا لك شويه ديري منها شويه هكا شويه هكا. اييه كل حاجه ديري منها الباروك. هادشي اللي كاين فعلا. كديري ربعه المعالق ديال الملحه. صافي كترقدي وتخمري وتخليه اما تخليه تدخليه في الثلاجه تخليه يومين ولا ديري بحال كيدات وتنشريه. صافي ملي كينشر كيكرم مزيان تيولي بحال العواد. اييه كتهبطيه كديري في شي قصريه بحال هكا وطيبي الماء تخوي عليه. صافي تخليه واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق ديريه يتسقطر. اييه ملي كيتسقطر كتقطعيه ثاني بالمقص ولا بالموس على حسب اللي بغاو صبيعات ولا طريفه رقاق. كتعقلي تزيديه الثومه حيت هذيك تغسلات ما بقاتش. اييه كتزيديه الثومه وكتزيديه القزبر الملحه صافي راه درناها في الاول. اييه صافي كتبيتي ديري في واحد السوطير وتبيتي في الثلاجه. الغد كتشدي شي طنجره كديري فيها كديري نص لتر ديال الماء نص لتر ديال زيت العود كتشعلي عليه مثلا تشعلي بحال هكا البوطه شي طغلا وترديه على الفاخر يطيب على المهل. اييه تيبقى يطيب مزيان وتحركي بالمغرفه ديال العود. كتشدي الشحمه شي زافه ديال الشحمه ولا بلا ما بقاش يقوي الشحمه دابا كتديرها في المهراز كدكيها مع ضريف ديال الثومه وشويه الكمون والملحه. اييه كديرها فشي كافرونه تذوب على المهل صافي الخليع ديالنا كيطيب ملي كيقرب يطيب كتخوي ديك الشمه اللي في الصيام صافي تخليه يطيب كتحسي بيه بقات فيها هذيك الزويته وكتشدي واحد الفتيله. اييه الفتيله الحياتي ولا فاطمه كتبرميها باش تعرفي واش كديريها في وسط الخليع. اييه وكتشعلي الا شعل بحال الشميعه راه صافي طاب. يعني ما بقاش فيه الماء باقي كيتشفر خصك يزيديه طياب. ملي كديري ديك الطريقه كديري معلقه صغيره ديال الكمون. اييه صافي ملي كتحسي بيه طاب كتحيدي الغطاء ديال الطنجره وكتغطيها بشي سربيزه. وتخليه كيبرد كتبدي تهزي دوك الطريفات وتقادي في السبيره وملي يبغي يستعملوه راه ما ديري لا في الثلاجه لا والو ياخذو بالمغرفه ديال العود. اييه يهزوش المعلقه على تسجيلات صافي هذا راه كيبقى مخير المونه المزيونه مزيان. شفنا واحد اللحم كديريه هذا كديريه الدجاج وكديريه نفس الطريقه يا الدجاج يا الحم. اييه كتاخذي شويه الزعتر وشويه الملح والبزار والكمون. الزعتر الملح البزار الكمون. اييه كتمرقي دوك الحينات ولا الدجاج اللي كان. اييه كتحط فيه في الكوكوط ما كديري لا زيت لا زبده لا والو واخا لا ما لا والو مزيان فيه وكتسدي الكوكوط على العف ثقيله. اللحم يكون كونجلي ولا ما يحتاج مثلا كدير هاد الوصفه كديرها حتى في اللحم طري؟ اللحم طري ولا اللي كان واخ
الحل يكون هذاك الحل الغلمي يكون ضليعات هذاك الشيء اللي يجي بحال مبخر. صافي كتشديه وكتسدي الكوكوط على نار مهيله راه كتلقاي هو سبحان الله طلق الماء. انا كندير الدجاج عرفت الدجاج كي تيجي ديك الساعه ساعه ونص ولا عندك سالت البطيطه الصغيره تنقيها وديري لها نص هذا العشوب العطريه وديريها فوق منه الملح الزعتر البزار الكمون صافي ديري لها ملح والكيجي بحال محمره في الفطر ملي بغيتي ملي كتحلي الكوكوط تلقي باقي فيها شويه الماء بغيتي تنشفيه وبركه بغيتي تدهنيه بشي حاجه وتدخليه للفران. اييه واخا تمشي معاك باقي الوقت قدام الكرداس يلا كاين فيه مراحل كثير شويه نعطيها نصيحه بعدا يلا عطينا نصيحه والكرداس نخليوه لغدا ان شاء الله ولا بعد. بالنسبه للريه اللي باغي يشويها ما يقدرش الا بغيتي ديريها في التقليه ولا تقدي ولا الكرداس كتغسليها ايه من القرجوطه وتغسليها كنتي باغا تشويها ما تغسليهاش كوك ما كتجيش في الشوا كتشرب الماء وملي كتشويها تزيد بحال البونجا. ايه نعطيك واحد البرقوق الا وجد البرقوق دابا راه يوجد ايه البرقوق مزيان ايه مخير هذا راه ديريه في العصير ما يندموش عليه الناس أيه. راه كديريه في العصير مع الناس صح دابا وقته الواحد يستافد من البرقوق هذاك العام ما كانش هذا العام وقيلا أيه. قال لي واحد هذاك العام ما لقيتوش انت كتجيب البرقوق ما يندموش عليه دابا الجيب كي هذا البرقوق 20 كيلو ما يندموش ايه بصح انا نعطيها 4 كيلو ولا 5 كيلو كتجيب البرقوق تعزبيه يكون غليظ ايه وما مضروب ما والو كتغسليه وديريه في شبكيت في قطر ايه وتنشفي بيه وحيده تنشفي بالسربيطه وتحطي في البلاطه وتدخليه للفران والعافيه فوق منه بحال الدهله ايه صافي كتنقصيه عليه بحال الكيكه ولا قل من الكيكه وتخليه مره كتشدي في السربيطه تحركي البلاطه تخليه جوج سوايع ساعتين النهار الثاني وتطفي عليه وتخليه في الفران النهار الثاني نفس الطريقه النهار الثالث الثاني نفس الطريقه ساعتين البرقوق وجد عندك كدهنيه بالزيت وديريه في المجمد هي فوق ما تبغيه زيني به ولا العصير ولا الشهيوات والطريقه الثانيه ثاني كتشدي البرقوق نفس الطريقه هو كطيبي الماء شي قليله تيغلى الماء كطفي عليه كتغسلي البرقوق وكديري فوق داك الماء والعافيه طافيه تغطي عليه وتخليه يبرد الماء وتشدي ثاني تسقطريه وتمشي وديري لي نفس الطياب الاول هكذاك نفس الطريقه الاولى اللي درتي ديها الفران اييه صافي كيجي مخير زوين يعطيك الصحه لطيفه غادي نختموا بالطريقه ديال كيفاش نصيبوا البرقوق في الدار الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لطيفه وان شاء الله بالنسبه للكرشه بما انه يعني الكرداس يعني فيه تفاصيل كثيره فباذن الله غادي نسجلوا معاك وغادي ننزلوا ان شاء الله في مع اقتراب يعني ايام ديال العيد في الحلقات الاعاده ان شاء الله باش يرجعوا ليه باش ما نزربوش فيه واخا شكرا لك بزاف لطيفه كاين الكرداس كاين الطيحان كيفاش صافي مزيان صافي انا نسجلهم معاك ان شاء الله وندوزوهم في البرنامج يعني في الاسابيع اللي قبل من العيد الله يعطيك الصحه لطيفه تبارك الله عليك للاسف ما بقاش لنا الوقت يعني دغيا داز ما حسيناش به لانه كانت نصائح كثيره وشيوات كثار شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج اللامولاتي لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج صابر فوندا ولمياء البكري في البرمجه الموسيقيه هشام بوزروال في اخراج الصوره وبقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم
Why is she your channel?